في البعض اتكلم في انه انضمام اللاعب الى الفريق الايطالي روما وراتبه سيتقاضاه من خلال المملكة العربية السعودية، فهل ده تفاصيله حقيقية او ممكن تتشرح؟ لا طبعا انا ما اقدر اتكلم بالتفاصيل، لكن الكلام غير صحيح جمله وتفصيلا. تمام. سعود انضم لنادي روما وفق قناعات رسميه من اداره نادي روما، تمام. وكذلك المدير الفني لنادي روما سيد دانييلي دروسي. وبالمناسبه يعني سعود من الاهتمامات اللي تحصل عليها في السنه الماضيه او الموسم الماضي كان من نادي نيس الفرنسي اللي تمام. انتقل له مؤخرا محمد محمد عبد عبد المنعم. المنعم. نعم النهارده ضموا ظهير ايسر عربي اخر علي العبدي بالمناسبه التونسي. نعم نعم فالمدير الرياضي لنادي ستاد نيس السنه، عفوا المدير الرياضي لنادي نيس الفرنسي الموسم الماضي كان فلورين جيزولفي اللي هو المدير الرياضي الحالي لنادي روما. تمام. فهو كان حطه في اعتباره بقاله سنتين يعني. سنتين سنه ونص، وحتى وقت التوقيع يعني اذكر كان في مكالمه او في محادثه قصيره مدى كانت بين سعود وبين المدير الرياضي، المدير الرياضي ذكر له حرفيا انه انا كنت رغبان في ضمك من السنه الماضيه تمام. وليس من الان، في لما كنت في نادي نيس الفرنسي. وكذلك يعني حاجه نادي روما لظهير يمين او ظهير ايمن بمواصفات سعود هي اللي تمت الصفقه، ومثل ما ذكرت لك يعني تمام. سعود يعني مرتبط الان بعقد مع نادي روما الى كم سنة؟ نهايه اربع مواسم. أربع مواسم. نعم اربع ممتاز مواسم. جدا. الهلال حصل على قيمة الصفقة كام؟ والله انا مش مخول اني اتكلم في مفيش ارقام يا مشكلة. هاني، اي لكن اظن التقارير الارقام بتقول تقريبا 2.5 مليون يورو، التقارير بتقول كده. تقريبا يعني تمام. تقريبا في هذا الرينج، لكن ما يحق لي اني اصرح في هذا مفهوم الشيء يعني. مفهوم. طيب جمهور